مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تقدم حماة العراق. أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيدي بين الرجال. أهلا بك في مقراتنا وفي سوح القتال. هكذا نحن العراقيون، شاء الآخرون أم أبوا، يعانقنا الحب أينما نكون، ويحدو بنا السلام أينما حلت أقدامنا ونبضت قلوبنا. كلمتنا واحدة وصفوفنا موحدة، نعمل وفق ما يرضي الله سبحانه، سائرون على طريق دستور وطننا الغالي، دستور لكل أطياف الوطن وقومياته. أطياف هذه الأرض رسم خالد في لوحة تزهو بها الألوان، عنوانها وطن يحيا الجميع به، قصب جبال، نخلة وديان. استقبل السيد وزير الدفاع عرفان محمود لحيالي قائد العمليات المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، وناقش الجانبان المعارك التي تخوضها قوات الجيش العراقي في مناطق راوة والقائم غربي محافظة الأنبار وتطورات الحملة العسكرية وفرض القانون في محافظة كركوك. وجدد الجنرال الأمريكي دعم الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات الحكومة العراقية في انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك، مباركا الانتصارات والنجاحات المتحققة على الإرهاب. Well, thank you. First of all, it's great to be back in Baghdad, and we had a very good meeting with. شكرا جزيلا لكم على استقبالنا هذه الأمسية، وشكرا جزيلا على استقبالنا من قبل معالي السيد وزير الدفاع. نود في البدء أيضا ناقشنا هنا، كانت أمسية ناجحة جدا، وناقشنا تطورات الحملة العسكرية مؤخرا، وناقشنا كذلك كل مجريات الأمور من حيث شراكتنا طويلة الأمد مع القوات الأمنية العراقية. وأود بهذه المناسبة التقدم بالتهنئة الحارة للنجاحات التي حققتها القوات العراقية الباسلة، وسوف نستمر بتقديم الدعم بكافة المجالات. التقى رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي سعادة السفير الأمريكي في العراق والجنرال فانك قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا، والجنرال باكر مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق، وذلك لبحث التعاون والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات. كما جرى استعراض العمليات العسكرية الجارية في قواطع العمليات. من جانب آخر، التقى السيد رئيس أركان الجيش وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية لبحث التعاون والتنسيق بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطبابة العسكرية والصنوف الأخرى. ناقش رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية مع معاوني رئيس أركان الجيش موضوع توزيع قطع أراضي للضباط والمراتب. من جانب آخر، جدد السيد حاكم الزاملي تبريكاته بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كافة المجالات، والتي أصبحت رمزا يقتدى به ومحط أنظار وأعجاب كافة دول العالم. حقيقة الزيارة اليوم إلى وزارة الدفاع هو لدعم وزارة الدفاع، هذه المؤسسة التي أثبتت من خلال عملها الراقي وجهودها وحفاظها على سيادة ووحدة العراق من خلال تطبيق القانون وفرض الدستور، وما أنجز طبعا كان إنجاز كبير. اليوم الإنجازات التي تحسب لوزارة الدفاع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك كان اليوم مناقشة موضوع مهم وهو حق
كفله الدستور للمتطوعين من ضباط من جنود من منتسبين في هذه الوزارة، وهو تخصيص قطع الأراضي التي كتبت وأرسلت من لجنة الأمن والدفاع إلى رئاسة الوزراء. ولذلك تم المناقشة اليوم مع الأخوة معاور رئيس أركان الجيش للإدارة وكذلك الأخوة في وزارة الدفاع، هو لاستكمال هذه الإجراءات وهي تخصيص قطع الأراضي للمراتب وكذلك بالنسبة للضباط. سنقاتلهم في الميدان، سنطاردهم في كل مكان. مطاردة الأسود لفلول الجرذان، في الأرض على الدواعش منتصرون، في البحر إلى ضفاف النصر مبحرون، سمائي على هدم أوكارهم عازمون، أرض وبحر وسماء. سيظل سفرك خير مال صحائف التاريخ يهدى، وقصيدة عصماء ملء محافل التاريخ تجدى، جيش العراق. بحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، احتفلت الكلية العسكرية الثالثة الدورة التأهيلية 81 لخريجي الكليات المدنية، وحضر حفل التخرج عوائل المتخرجين في السليمانية. التفاصيل بهذا التقرير. وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على أمن واستقلال العراق وأحمي أرضه وسماءه. بهذا القسم وبحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق الركن صلاح الدين مصطفى وعددا من كبار الضباط في الوزارة، تخرجت الدفعة 81 من الكلية العسكرية الثالثة وعددهم 372 ضابطا بعد 6 أشهر من التدريب البدني والميداني ليوكل إليهم حماية العراق وشعبه. الدورة كان مدتها أكثر من 6 أشهر، تلقوا الطلاب الضباط اللي تخرجوا اليوم السياقات العسكرية والعلوم العسكرية ومهنة الميدان، وكان تدريب حقيقة مكثف، والآن اليوم تخرجوا سيتم توزيعهم على صنوف القوات المسلحة، سيدخلون دورة أخرى لأغراض الصنف دورات الصنف، وسيوزعون بعد انتهاء هذه الدورة على صنوف القوات المسلحة ليرفدوا القوات المسلحة بالخبرة والتجربة اللي تلقوها في هذه المؤسسة. القائمين على التدريب أكدوا أن الدورة كانت مكثفة، إذ تلقى الطلاب خلالها المعلومات القتالية الحديثة في التدريب العسكري والتدريب البدني والدروس العسكرية والنظرية، بالإضافة إلى محاضرات بالشؤون الدولية وعلم النفس. حقيقة كانت من الدورات الناجحة والمتميزة بالكلية العسكرية، وخلال فترة 6 أشهر تلقوا دروس النظرية والعملية العسكرية، بالإضافة إلى دروس اللي تتعلق بالشؤون الدولية، حقوق الإنسان، فن التعليم إلى آخره، بالإضافة إلى التدريب البدني والتدريب الأساسي وتدريب الأسلحة والفعاليات الأخرى في الكلية. الخريجين أوضحوا أن الدورة كانت شاملة، مما أعطاهم الحافز والقوة على تولي زمام الأمور، مؤكدين استعدادهم لتحمل المهام الأمنية التي ستلقى على عاتقهم. أحب أهني وبارك أخواني الملازمين خريجي دورة 81 على يوم تخرجهم، وبذلوا ما بذلوا من التعب والجهد في الدورة 81. اليوم تخرجنا وعلى بركة الله، وسوف نكون مع أخوتنا في ساحات القتال وفي ساحات الوقعة، ونهدي تخرجنا إلى الشعب العراقي كافة، وإلى أهلنا وإلى والدي ووالدتي. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الجبناء من أخلاقي، تخرج كوكبة جديدة من أبناء العراق ليوكل إليهم حماية العراق وشعبه. من الكلية العسكرية الثالثة في سليمانية، محمد الموسوي لإعلام وزارة الدفاع. برعاية السيد رئيس أركان الجيش، احتفلت الكلية العسكرية الثانية
بتخرج الدورة التأهيلية الرقم 81 للضباط والتي استمرت لمدة 6 أشهر. تلقى خلالها المتدربون دروسا نظرية وعملية في العلوم العسكرية. التفاصيل يوافينا بها الزميل أيوب الصافي. برعاية السيد رئيس أركان الجيش، احتفلت الكلية العسكرية الثانية بتخرج الدورة التأهيلية الرقم 81 للضباط والتي استمرت 6 أشهر. تلقى خلالها المتدربون دروسا نظرية وعملية في العلوم العسكرية ليكونوا مؤهلين للعمل العسكري. في هذا اليوم المبارك احتفلنا بالتخريج نخبة من الضباط المنتخبين بعناية من خريجي الكليات المدنية من جميع الاختصاصات اللي حددتها وزارة الدفاع. واليوم حقيقة بعد فترة 6 أشهر متواصلة من التدريب بكافة أشكاله أصبحوا مؤهلين أن يكونون ضباط يخدمون بها القوات المسلحة من خلال قياداته وتشكيلاته الميدانية وصنوفه الساندة وصنوفه الخدمية الأخرى، وإن شاء الله رح يكونون فدرافد جيد يخدم بها قوات المسلحة ويسد النقص الحاصل في تشكيلات الوزارة. اليوم يوم مميز بتاريخ الجيش العراقي الباسل لتخرج نخبة مميزة من الدورة التأهيلية 81 في الكلية العسكرية الثانية زاخو. حقيقة المدة كانت لمدة 6 أشهر من خريجي الكليات المدنية يحملون شهادة بكالوريوس، وخلال هذه الفترة تلقوا جميع العلوم العسكرية من ناحية التدريب والتدريب الأساسي والتدريب العسكري والدروس النظرية والدورة الصاعقة. حقيقة كانت دورة مميزة ومن جميع النواحي، من حيث التزام الطلاب بمناهج التي تم إعدادها من قبل جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. وأقدم شكري وتقديري إلى السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش ودائرة التدريب وجامعة الدفاع لمتابعتهم اليومية من خلال تواجد الطلاب في الكلية العسكرية في زاخو. وتعد هذه الدورة لخريجي الكليات الأكاديمية الذين تم زجهم بالكلية العسكرية الثانية لإنتاج رجال أبطال تقف أمامهم عاجزة كل معاني البطولة والفداء لتضافوا دفعة جديدة من الكوادر البشرية لصفوف الجيش العراقي. تم اشتراك طلاب الدورة التأهيلية رقم 81 في الكلية العسكرية الثانية في زاخو وبمنهج معد من قبل رئاسة جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. هذا المنهج متنوع للتدريب لكافة فقرات التدريب من أسلحة ودروس، وإضافة إلى منهج التدريب المدني ومتضمنا منهج لمدة 2 أسبوع لدورة الصاعقة. كانت من بين أكفأ الضباط اللي بالكلية العسكرية الثانية، كان أحسن تعامل أحسن ضبط، يعني تلقينا الدروس اللي الأرقى الدروس وأرقى الأخلاق اللي تعلمناها من الكلية العسكرية الثانية. التحقنا بالكلية بتاريخ 2/5/2017 وتخرجنا اليوم الحمد لله بتاريخ 30/10/2017، وتلقينا خلال هذه الفترة كافة الدروس النظرية والعملية ودروس الأسلحة اللي تفيدنا بحياتنا العسكرية. وإن شاء الله نعاهد الله والوطن أن نحفظ الأمانة ونصون الوديعة وحماية أرض العراق من دنس داعش الإرهاب. فخر واعتزاز أن يكون اليوم أحد ضباط المستقبل، ضباط جيش العراق الدورة 81 التأهيلية. اليوم خرجت هذه الكوكبة من الضباط، نحن فخورين أن يكون أحد أبناؤنا هو أحد ضباط جيش العراقي. ما أدري شو أقول لك مشاعري، يعني ما أدري، إن شاء الله الله يحفظهم من كل شر يا رب، إن شاء الله يا رب يصيرون سند للعراق يا الله. دموع الفرح كانت حاضرة لعوائل الضباط وهم يعبرون عن فرحهم بتخرج أبنائهم الذين أصبحوا ضباطا في الجيش العراقي. هذه ليست دفعة تخرج، وإنما هي دفعة صواريخ ستطلق في وجه أعداء العراق، كونهم رجال غرسوا حب الوطن في قلوبهم وأقسموا بالدفاع عن أرضه وسمائه. لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي. بحضور شخصيات عالمية وعربية وقيادات من الحشد الشعبي
أقيم المؤتمر الأول للحوار العالمي حول الإرهاب، وتناول المؤتمر عددا من المواضيع المهمة لمرحلة ما بعد داعش وحماية الأقليات والإنجازات العسكرية لقواتنا المسلحة والتنسيق العالمي لمواجهة الأفكار المتطرفة. تفاصيل عند الزميل محمد الموسوي. أقيم اليوم المؤتمر الأول للحوار العالمي حول الإرهاب في بغداد وعلى قاعة فندق الرشيد، وقد حضره شخصيات عالمية وعربية وقيادات من الحشد الشعبي، وتناول المؤتمر عددا من المواضيع المهمة لمرحلة ما بعد داعش ومسببات الإرهاب وحماية الأقليات والإنجازات العسكرية لقواتنا المسلحة وكيفية التنسيق العالمي لمواجهة الأفكار المتطرفة للإرهاب. هذا الاجتماع وهذه الندوة الفكرية حول الإرهاب في العراق وما ينبغي عمله، قلنا سابقا نحن إن شاء الله في المراحل النهائية للانتصار العسكري على داعش، وأملنا كبير إن شاء الله بعد تحرير أراوة وعانة والحدود العراقية السورية ممكن أن نعلن أنه الانتصار النهائي على داعش، وهذا ليس يعني نهاية داعش بل تبدأ مرحلة أخرى، عمل استخباري دقيق لمتابعة الخلايا النائمة لداعش. لذلك يتطلب منا أمرين، الأمر الأول هو جهد استخباري كبير لملاحقة خلايا داعش النائمة أو التي ستتحول من عملها العسكري العلني إلى العمل السري، وكذلك نحتاج إلى حشد فكري. هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول للحوار العالمي حول الإرهاب والذي تقيمها هيئة الحشد الشعبي للتعريف بأثر الإرهاب في العراق وفي المنطقة، وكذلك أسباب نشوء هذا الإرهاب وتواجده، وكيف استطاع العراقيون بحشدهم وبقواتهم المسلحة وبوحدتهم مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه، وهم قريبون الآن من إعلان النصر النهائي. كذلك الحوار مع العالم، مع الصحفيين والإعلاميين والمختصين وصناع الرأي العام لينقلوا وجهة النظر العراقية لأداء الكبير الذي قدمه العراق بحشده وبقواته المسلحة في محاربة داعش والانتصار على الإرهاب، وأيضا بعث رسالة سلام، رسالة شراكة لكل العالم أننا لابد أن نتشارك كمجتمع الإنساني من أجل القضاء على هذه الغدة السرطانية التي لم تهدد العراق فقط، وإن كان ضررها عليه أكبر ولكنها هددت كل العالم، واستطاع العراقيون الدفاع عن كل العالم في مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه. الغاية من هذا المؤتمر هو أولا لمشاركة أبنائنا من الحشد الشعبي فيما قدموا من تضحيات وفيما قدموا من كثير من قتال وأيضا تضحيات كبيرة. النقطة المهمة والأكثر هي أنه أيضا التقارب أو التعاون مع منظمات المجتمع الدولي ويا الإعلام الدولي ويا شخصيات والهيئات الدولية والمحلية والعربية لكي نستطيع أن نقيم دور الحشد الشعبي وما قامت به هذه المؤسسة من تضحيات مهمة أدت المحافظة على وحدة وسلامة وأرض العراق وكذلك وحدة مواطنيه. أعتقد أنه الفرصة مهمة جدا للمشاركة في مثل هكذا مؤتمرات دولية من أجل نقل صورة الحشد الشعبي اللي هو مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وتعمل مع القوات الأمنية جنبا إلى جنب، وخصوصا وزارة الدفاع. الحقيقة هذا المؤتمر هو مؤتمر مهم لتسليط الضوء على ما قام به أبناء الحشد الشعبي بالعمليات العسكرية، سواء قتالهم لعناصر التنظيم الإرهابي وأيضا العمل الإنساني باتجاه العوائل التي نزحت وتقديم كل مستلزمات الدعم الطبي والإنساني لهم. حقيقة هناك بعض الإعلام الذي يحاول تشويه سمعة قوات الحشد الشعبي، مع العلم أن قوات الحشد الشعبي هي من ضمن منظومة العسكرية العراقية بعد أن قررت في البرلمان وتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية. لهذا أعتقد أنه إيضاح دور الحشد الشعبي وأن يكون رسالة واضحة للعالم والإعلام الغربي بصورة خاصة ما قام به من تضحيات كبيرة بعد الفتوى الكريمة للسيد علي السيستاني أدام الله ظل بالجهاد الكفائي، ومن خلالها خرج أبناء الحشد الشعبي
ليهبوا ويقاتلوا عناصر التنظيم الإرهابي، وكانت وقفتهم مشرفة ومساندة للقوات المسلحة العراقية. أعتقد هذه المؤتمرات مطلوب من عندها أو نخطط أن تتقبل الفكرة التالية، أن هذه التضحيات العراقية ضخمة بالأرواح بالأموال، أنه هم كانوا الخط الأول لمواجهة الإرهاب نيابة عن كل العالم، ولذلك على الأسرة الدولية أن يعلم أي مواطن في فرنسا في أمريكا في كل مكان أنه عندما ضحينا وقضينا على الإرهاب فقضينا على منابع، لأن كانت هنا معسكرات لتدريبهم حتى ينقلون للإرهاب إلى عواصم العالم. بعد الانتصار على داعش عسكرياً يجب أن يكون هناك تنسيقاً فكرياً لمحاربة الإرهاب، هذا ما جاء به المؤتمر الأول للحوار العالمي حول الإرهاب. محمد الموسوي لإعلام وزارة الدفاع. ضمن سلسلة العمليات الاستباقية الأمنية التي تقوم بها القطاعات العسكرية، شرع أبطال اللواء 19 في قيادة فرقة المشاة 5 وفوج الاستخبارات والاستطلاع بتنفيذ عملية واسعة في مناطق الحديد وبساتين هبهب لمطاردة العناصر الإرهابية فيها. التفاصيل عند الزميل محمد الشويلي المراسل الحربي لوزارة الدفاع. نفذ لواء المشاة 19 وفوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة ضمن تشكيلات فرقة المشاة 5 عملية استباقية لتفتيش مناطق الحديد والكساسبة وبساتين ناحية هبهب الواقعة شمال غربي محافظة ديالى، والهدف منها البحث عن المطلوبين وعلى الأسلحة المتوسطة الغير مرخصة في تلك المناطق. ورافقت عمليات التفتيش في المناطق الزراعية والسكنية طائرة استطلاع لتراقب الحالات المشبوهة والأماكن التي يصعب رؤيتها نظرا لكثرة الطرق الوعرة هناك. من ضمن العمليات الاستباقية المستمرة من قبل قيادة فرقة المشاة 5 اليوم الصبح الساعة 600 بدينا بتنفيذ عملية استباقية ضمن قاطع الحديد والكساسبة وهبهب والهاشميات، وهذه العمليات الاستباقية لتفيت الفرصة أمام المجاميع الإرهابية لعدم إفساح المجال لهم للعمل بحرية ضمن بساتين تلك المناطق. قمنا بتفتيش كافة البساتين ضمن هذه القرى اللي ذكرتها، وتمكننا من الوصول إلى أوكارهم ومخابئهم وتفجير مجموعة من العبوات واعتقال مجموعة من أشخاص المطلوبين حسب مادة 4 إرهاب. حسب توجيهات قيادة فرقة المشاة 5 لغرض القيام بعمليات استباقية، الغرض منها فرض الأمن والاستقرار ضمن مناطق وقاطع المسؤولية الفرقة، نفذت قطاعات الفرقة 5 متمثلة بفوج الاستطلاع زائدا فوج الأول لواء 19 زائدا فوج المشاة الآلي عمليات دهم وتفتيش ضمن منطقة الحديد وصولا إلى منطقة الكساسبة، الغاية منها فرض الأمن والاستقرار وتوعية المواطنين وتوجيههم الغرض التبليغ عن أي عناصر هاربة من المناطق المحررة اللي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة ديالى. فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة التابع لفرقة المشاة 5 خصص أرقام ساخنة لأهالي ناحية هبهب، وذلك للإبلاغ عن الحالات المريبة للشك، وبدورهم المواطنين أبدوا تعاونهم الكبير مع الجيش العراقي بغية الحفاظ على الأمن المتحقق في مناطقهم. يعني الحمد لله والشكر، يعني التعاون أكو موجود ما بين الأهالي ما بين السيطرات، يعني أي شيء يصير يعني نشوف الجيش منتشر وفرن الحماية السيطرة، إذا أي شيء يصير همتين مثل ما يقولون تأخذون احتياطاتهم في أي شيء يصير، وعادي الأيام العادية همتين دوريات تفتر تعاون على طول يجونه. خطوط ساخنة قاعدكم؟ أكو خطوط موجودة بالسيطرة خطين ومخليها أرقام. الأرقام موجودة اللي عندنا أي شيء يصير بالمنطقة نخابر على القوات الأمنية، وهم تقريبا مقاربين إن بهاي المنطقة لأنه دورياتهم تفتر ليل ونهار ما تنقطع أبد. ثانيا عندهم نقاط في المنطقة موجودة قريبة من البيوت وقريبة من الناس. إجهاض العمليات الإرهابية ومنعها من استهداف المواطنين الأبرياء في محافظة ديالى جاءت نتيجة العمليات الاستباقية التي تنفذها فرقة المشاة 5 في بساتين المحافظة التي اعتبرها الإرهاب ملاذا آمنا لهم. من محافظة ديالى محمد شويلي المراسل الحربي لوزارة الدفاع.
بهدف مد جسور التواصل وتقوية الأواصر مع أبناء مناطق حزام بغداد، قدمت تشكيلات قيادة فرقة المشاة السادسة الدعم والإسناد للمؤسسات الخدمية في قضاء أبي غريب. التفاصيل مع الزميل سلام الربيعي وهذه الجولة الميدانية. مشاهدينا الكرام، إعلام وزارة الدفاع اليوم متواجد في مقر قيادة فرقة المشاة السادسة لكي يسلط الضوء على طبيعة عمل هذه القيادة، وهناك جولة ميدانية برفقة السيد قائد الفرقة. سيادة القائد، يعني اطلع المشاهد الكريم واطلعنا على طبيعة جولتنا اليوم. قامت قيادة فرقتنا فرقة المشاة السادسة بتقديم الدعم والإسناد إلى الدوائر الخدمية لقيام بحملة كبرى وواسعة لإدامة الطرق استعدادا لموسم الشتاء. إذن مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما سمعتوا هناك جهود تقدم للدوائر المدنية من قبل المؤسسة العسكرية من قبل الجيش العراقي. خليكم ويانا، جولتنا بأبو غريب بدت. اعتقاد يعني من منطلقه من مقر قياده الفرقه قلت احنا متوجهين لابو غريب. هسه نريد نعرف احنا وين وصلنا. هذه منطقه حي الكرامه ضمن قاطع الوال 24. نعم. جاري الاعمال لاكساء الطرق وازاله التجاوزات وتاكيد من سيد القائم مقام خاصه على الطرق القريبه من المدارس حتى يمنون دخول الطلاب بانتظام. نعم. اليوم يعني من خلال هذا الواجب، من خلال هذه الجوله الميدانيه لسيادتكم، نقلتوا في صورة أخرى للجيش العراقي أنه جيشه مو فقط بس للأمان والقتال وإنما حتى لدعم الجهد البدني. نعم. الغاية الأساسية لقيادة فرقة المشاة السادسة. نعم. هي تأمين الأمن والحماية ومقاضاة المسؤولية. شلون نشوف العلاقة بين الجيش والشعب وهذه المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد قائد عمليات بغداد السيد محافظ بغداد وبمبادرة كريمة من السيد قائد فرقة السادسة البطل المرابط في جبهات القتال في الوقت السابق والمرابط الآن في ساحة الخدمات من أجل تقديم الخدمة الأفضل في هذه المنطقة التي عانت كثيرا في السنوات الماضية، انطلقت حملة خدمية في قضاء أبو غريب بإسناد الجهد الهندسي لقيادة الفرقة السادسة بالإضافة إلى آليات الخدمية لكافة الدوائر. تتضمن الحملة هي فتح الطرق المغلقة بالإضافة إلى فرشها بمادة الحصى الخابط المتوفر في المنطقة، بالإضافة إلى رفع التجاوزات وتوفير الخدمات الأخرى من إصلاح كسورات الماء، رفع التجاوزات على شبكة الكهرباء. نشكر الجيش العراقي كلهم من جيش إلى حشد إلى قوات أمنية، الله ينصرهم على الإرهاب وينصرهم على جميع الناس الخارجين على القانون. شلون مناطق حزام بغداد هسه؟ والله مناطق حزام بغداد مأمنة بوجود الله وبوجود الجيش والعشائر متعاونة كأخوي أخوه وناس متعاونين كعائلة واحدة. نحمة الله نشكره على تعاون الجيش والمسؤولين ويانا بهاي المناطق. احنا عندنا منطقة الهتاويين رجعنا واحد واحد وتعاون الجيش ويانا جيد جدا. سيادة القائد، يعني اليوم أعتقد رسالة الجيش العراقي باتت واضحة، وجودكم في هذه المناطق للإشراف ومتابعة الأعمال المدنية وتقديم الخدمة للمواطنين، أعتقد هذا هو هدف ثاني للجيش العراقي مثل ما أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد قائد عمليات الغرب.
حسب توجيهات السيد القائد عام القوات المسلحة ومعالي الوزير والسيد رئيس أركان الجيش والسيد قائد عمليات بغداد بدائم التواصل مع الناس، هذه رسالة واضحة إلى جميع المواطنين ضمن قاطع لواء 24 أن اللواء ومقر الفرقة السادسة هو ابن الشعب، الجيش هو ابن الشعب ويجب أن يكون ابن بار للشعب. ما دام في وطني رجال يضحون بدمائهم من أجل ديمومة الأمن والأمان فإن النصر باق في سماك يا عراق، فالجيش منك وإليك وسورك المنيع. من مقر قيادة فرقة المشاة السادسة سلام ربيعي، إعلام وزارة الدفاع. يبذل رجال الهندسة العسكرية جهودا حثيثة منذ الوهلة الأولى لانطلاق عمليات التحرير غربي الأنبار ضمن قطع عمليات الجزيرة من خلال تفكيك العبوات الناسفة على امتداد الطرق باتجاه منطقة رهوة من أجل تقديم أو تقدم القطاعات العسكرية. الزميل فائق العطواني رافق أبطال الهندسة العسكرية في هذه المناطق. مشاهدنا الكرام، مستمرين في تغطية الانتصارات وبالتحديد الآن مع قطاعات قيادة عمليات الجزيرة الذين تمكنوا من تحرير قضاء عانة وهم الآن يستعدون لتحرير مناطق عالي الفرات في صحراء غربي الأنبار. الجهد الهندسي الآن تقدم القطاعات، قام بفتح تحصينات داعش الدفاعية من عانة باتجاه راوة وكما تلاحظون سواتر وموانع، وبالإضافة إلى تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها العصابات الإرهابية على طول الطرق وجوانبها لإيقاف تقدم القطاعات، لكن الجهد الهندسي بدأ بإزالة تلك العبوات تمهيدا لاقتحام القوات المنفذة للواجب. تغطيتنا مستمرة، ابقوا معنا. مثل ما تشوف حاليا رجال المعالجة الخاصة بالهندسة العسكرية الفرقة السابعة وسرية الهندسة قيادة عمليات الجزيرة حاليا الطهر العبوات الموجودة على الطرق الرئيسية لمحاور التقدم ونسف السواتر الموجودة واللي من خلالها أيضا عبوات كثيفة جدا سيتم أيضا فتحها. مثل ما تشوف حاليا الهندسة لها دور كبير في التطهير وفي فتح الطرق وإنشاء الخطوط الصد. حاليا يعني نعلن يعني بدأ عملية تحرير مناطق أعالي الفرات وإن شاء الله هذا يعتبر مسك الختام لتحرير كافة المناطق العراقية لكي يعم الأمن والاستقرار في بلد الشهداء والأنبياء. تمت معالجة العبوات هاي الناسفة على طريق راوة عانا راوة، معالجتها وقسم نفككها والسواتر الباقية نفتحها والمرة نعالجها ونقدم البلدوزر يفتح السواتر ومعالجة وإن شاء الله نطب القطعات وإن شاء الله ماكو شيء منصوري. جوال قتيبة تسمعني؟ تفجير مسيطر عليه. لاحظنا تحسينات دفاعية كبيرة، الغام الطرق محشوة بالكامل على يمين يسار الطرق أيضا. طبعا هو تنظيم داعش الإرهابي يعمل على إيقاع الخسائر بالقوات الأمنية، لكن الجهد الهندسي الموجود عندنا ذو خبرة وكفاءة عالية برفع هذه العبوات. حاليا تم كتيبة الهندسة السابعة بفتح الطريق للقطعات. مشاهدنا الكرام، مثل ما تلاحظون هذه يعني طبيعة عمل جهد الهندسة العسكرية فرقة المشاهد السابعة، تدمير وتحصينات داعش دفاعية، رفع جميع الألغام وفتح الطرق والسواتر لتقدم قطاعاتنا لتحرير المناطق من دنس عصابات داعش الإرهابية. تغطيتنا مستمرة، ابقوا معنا. رجال الهندسة العسكرية هم مصابيح الأرض الحرام وجميع الواجبات
كانت مشهودة لهم، والمتمثلة بكتيبة هندسة الفرقة السابعة ومعالجة قيادة عمليات الجزيرة وجميع الواجبات المناطة بهم، هي كانت خير دليل وخير جميع القطاعات المتقدمة باتجاه الأهداف المرسومة لها. وهذه كما لاحظت أن جميع العبات تم تفجيرها هو تهيئة لقطاعاتنا التي تمت تتقدم باتجاه قضائي راوة والقائم. جهود كبيرة تبذلها قيادة عمليات الجزيرة والقطاعات الملحقة بها لتحرير ما تبقى من الأراضي العراقية المغتصبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، برغم جميع التحصينات الدفاعية التي وضعتها تلك العصابات الإجرامية. من تقاطيع عانة، المراسل الحربي لوزارة الدفاع فائق العطواني. رغم سوء الأحوال الجوية في محافظات العراق، تستمر عمليات تحرير غربي الأنبار ومنذ اللحظات الأولى لانطلاقها لتحقيق الانتصارات ضد عصابات داعش الإجرامية، حيث تمكنت قطاعات الجيش العراقي بمساندة الحشد العشائري من تحرير عدد من القرى. التفاصيل عند فائق العطواني المراسل الحربي لوزارة الدفاع. الجوية ورداءتها لم تقف عائقا أمام تقدم الأبطال ضمن عمليات تحرير غرب الأنبار، على استعلام سترافق قطاعات عمليات الجزيرة والقطاعات الملحقة بها لتحرير ما تبقى من تلك الأراضي ضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمرين في توثيق الانتصارات مع الابطال. مثل ما تلاحظون امامنا الساتر الامامي اللي تستعد قوات الجيش العراقي الان لاقتحامه. معنا الابطال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف اليوم خلال التقدم يا ابطال؟ والله ان شاء الله جيد، وان شاء الله صامدين، وان شاء الله تقدمنا للقائم ان شاء الله بحيل الله. احنا صامدين وان شاء الله متقدمين. بالتوفيق يا ابطال. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، ايضا اسناد وضربات جويه، تغطية كاملة لمسرح العمليات من خلال أبطال طيران الجيش العراقي والقوة الجوية لتغطية يعني ساحة العمليات لتقدم القوات البرية خلال سير العملية. والله إن شاء الله يعني تحركاتهم بسيطة، وإن شاء الله إحنا رازديهم بالمرصد، عندنا قناص إن شاء الله هيعالجوهم. نعم. وما عندنا شيء صعب إن شاء الله. إن شاء الله متوجهين إن شاء الله حسب الأوامر القيادات مالتنا، إن شاء الله نتقدم عليهم. شلون الإسناد المدفعي والجوي لكم؟ والله ممتاز، يعني ما قصروا مدفعية أو طيران الجيش قوة جوية، ما قصروا. والقادات ويانا بالميدان طبعا متابعينا أول بأول. نعم. وإن شاء الله ما قصروا علينا. مثل ما تلاحظون أمامي الشارع الرئيسان، هذا الشارع هو توجد فيه تحصينات دفاعية لعصابات داعش الإرهابية. هذه السواتر ملغمة بالكامل، يتم يعني تطهيرها ورفعها من قبل الجهد الهندسي، ومن ثم تتمكن القوات من التقدم لتطهير هذه المنطقة. وراح نستمر مع الأبطال خلال التقدم، ابقوا يانا. الحمد لله والشكر انه المعنويات الجنود كانت عاليه جدا من خلال تقديم الاسناد المباشر من طيران الجيش العراقي، ومن خلال تقديم كافه الصنوف والخدمات المدفعيه، وكذلك الجهد الهندسي المستمر من اجل استمرار بعمليات التقدم باتجاه الاهداف المرسومه الى قياده عمليات الجزيره. بعد انطلاق عمليات تحرير ما تبقى من المناطق غربي محافظة الأنبار، سطر أبطالنا في القوات المسلحة أروع الانتصارات على العصابات الإجرامية وتكبيدها خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات. الزميل فائق العطواني. إذا مشاهدنا الكرام، تستمر الانتصارات ضمن عمليات تحرير غرب الأنبار بتواجد ميداني لكبار القادة للإشراف على سير العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الأراضي ضمن الخطط المرسومة لها. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة.
انطلقت عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار. الثقل الرئيسي في ضمن المرحلة الأولى يقع على عاتق قوات الجيش متمثلة بقيادة عمليات الجزيرة بالفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة، وأيضا في المحور الجنوبي لقيادة عمليات الأنبار في فرقة المشاة الأولى، زائدا أبطال قوات الحشد الشعبي حوالي هناك 5 ألوية مشتركة معنا بالعملية، إضافة للحشد العشائري وأيضا قطعات شرطة الأنبار. إذا مشاهدنا الكرام مثل ما تلاحظون تغطيتنا مستمرة لعمليات تحرير غرب الأنبار، تواجد ميداني القادة الميدانيين مع الأبطال في الخطوط المتقدمة. خلفي الآن جوال قائد عمليات الجزيرة وقائد فرقة المشاة السابعة، راح ندخل ونشوف سير العمليات خلال هذه اليوم الثاني اللي بدأ العملية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله سيادة. أهلا وسهلا. تحدث اليوم عن طبيعة سير العمليات وإلى أين وصلت قطعات ما تم التحرير لحد الآن؟ إحنا اليوم الحمد لله لحد الآن قدمنا 30 كيلومتر. حررنا مناطق يعني القرى الموجودة غرب حصة. أكو جسر استراتيجي موجود اسمه جسر جباب على المحور مالنا باتجاه القائم. قطعاتنا نفذت عملية اقتراب وفككت التفخيخ الموجود على الجسر، وإن شاء الله هسه بدت القطعات تنطلق على تطهير القرى النهية والزلة وباتجاه منطقة العبيدي. المعنويات عالية جدا والعدو منهار، وانت دا تشوف القطعات يعني بها صورة دا تتقدم، وعندنا أيضا عمليات مسك تحرير ومسك للمناطق، ومستمر من التقدم تجاه الهدف الرئيسي اللي تتقدم له كل الأرتال اللي هي منطقة القائم الحدود الدولية. ايضا معنا سيد اللواء قائد فرقه مشاة السابعه. سياده اللواء، اليوم لاحظنا اندفاع قوي وتحرير مفر، ايضا صورنا صوره بهي يعني قبل لحظه اتجهت احدى العجلات الفخخه باتجاه الابطال، لكن الابطال هم من اتجهوا نحوها. نعم، يعني اليوم باشر قطعاتنا صعب 700 بالتقدم من المرحله الاولى اللي يوم امس يعني كان في تقاطع منطقه الحصى، وسمرت بالتقدم مسافه 30 كيلومتر باتجاه منطقة النزوة والنهية ومن ثم إلى منطقة الخور، وحاليا مثل ما تلاحظ كل القطعات بالاتجاه، وإن شاء الله عازمون على الوصول إلى منطقة القائم وتحريرها من براثن داعش الإرهابي إن شاء الله. أيضا مشاهدنا الكرام مثل ما تلاحظون قواتنا البطلة الآن اقتحمت قرية جباب بعدة محاور، وهي تؤمن أيضا الحماية الكاملة للسكان في هذه القرية كما وثقت لكم عدسة وزارة الدفاع خلال تغطيتها لهذه العملية. إذا مشاهدنا الكرام معنا الآن أمر فوج الأول لواء المشاة 28 فرقة 7 في طليعة القوات المتقدمة. حدثنا سيادة العقيد عن المناطق التي تم تحريرها والتي يجري الآن اقتحام سواترها. نرحب إعلام وزارة الدفاع، وإن شاء الله دوما هم سباقين ومع القطعات الأولى. اليوم منذ اليوم من صباح اليوم باشرت قطعاتنا، قطعات اللواء 28 قطعات الفرقة 7 فوج الأول لواء 28 في مقدمة التقدم إن شاء الله بقيادة المحور. حررنا عدد من المناطق، والآن هاي الجسر جسر منطقة الصفرة، منطقة الزلة والنهية والنهية الغربية، وحاليا منطقة الصفرة اللي شوفوها شوفوا تشاهدوها قدام خلفنا، ومباشرين باتجاه منطقة العبيدي. القرى عدد من القرى الأهالي رحبوا بالقوات الأمنية وتعاونوا ويانا، وعناصر داعش هربوا حال دخول القطاعات الأمنية. طبعا سيطرنا على جسر الخور وعدد المناطق المهمة اللي ذكرت لك إياها، وإن شاء الله مباشرين بتحرير باقي المناطق. مشاهدنا الكرام مثل ما تلاحظون جاهزية عالية للأبطال في التقدم وفتح الطرق، وأيضا معالجة العجلات المفخخة اللي زج بها داعش أمام الأبطال لإيقاف تقدمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. استهدفوكم داعش اليوم بعجلة مفخخة؟ نعم صحيح، وهسه جاي نعالجها إن شاء الله، ومسيطرين على الوضع والوضع جيد جدا. ما تسكن إن شاء الله لا عجلاتهم لا إن شاء الله.
ما بحالهم احنا. ان شاء الله ما بحالهم. ان شاء الله. حدودنا ان شاء الله تبقى محميه بوجود ان شاء الله، والجيش العراقي باسر ويتقدم ان شاء الله، والنصر قادم ان شاء الله. ان شاء الله معنوياتك يا بطل. ان شاء الله عليهم نوصل وين ما يمشون وراهم، وين ما يمشون. ان شاء الله معنويات عاليه، وان شاء الله احنا متجهين باتجاه القائم، وبحيل الله ما يهزونا، وان شاء الله نهزنهم ونخليهم اذلاء ان شاء الله. احنا ان شاء الله نطب القائم، ما تهمنا لا مفخاتهم ولا اسلحتهم ولا احزمتهم، احنا بحال اكبر شاربي. هم يتوقعون اذا اتجهت العجله ان الجيش العراقي راح يرجع الخلف، لكن شفناكم انتم اللي تقدمت عليهم. ما يهمنا لا عجلاتهم ولا مفخاتهم. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين ان شاء الله بكل استعداد. بالتوفيق يا ابطال. ان شاء الله. بالتوفيق يا ابطال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مشاهدنا مستمرين في تغطية العمليات لتحرير غرب الأنبار، تواجد أيضا لأبطال الصنف المدرع من الفرقة المدرعة التاسعة مع أبطال فرقة المشاة السابعة ضمن عمليات الجزيرة لتحرير أراضي القائم من عصابات داعش الإرهابية. راح نتحدث مع الأبطال ونشوف دوركم في هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مباشرة قطاعاتنا بالتوجه نحو منطقة هجباب اللي غرب الرمادي، والحمد لله تم أخذ المنطقة مثل ما تشوفون باشتراك مع عمليات الجزيرة والفرقة السابعة الفرقة التاسعة اللي هو 35 كتيبة الرابعة. والله مثل ما جاي تشوفون الدواعش صار نظام، وما يعني أي مواجهات قوية ما جاي نواجه، والحمد لله والشكر تم تحرير المنطقة، وإن شاء الله مستمرون إلى آخر منطقة اللي هي القائم. إذا مشاهدي الكرام، مثل ما توثق عاد استعلام وزارة الدفاع تواجد وحدة العمليات النفسية مع المقاتلين، راح يحدثنا السيد الرائد عن أهدافكم ومهمتكم خلال عمليات التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت مفارز وحدة العمليات النفسية التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية منذ اليوم الأول لبدء عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار، وحسب توجيهات السيد مدير الاستخبارات العسكرية المحترم تم بث نداءات إلى المواطنين لإرشادهم لطريق السلامة والأمان. احنا الآن تفصلنا عن مدينة العبيدي اللي هي الهدف الأول أو الصفحة الأولى، أنه كيلومترات معدودة. طهرنا بما يقارب 14 قرية من خلال تقدمنا بالمحور الغربي. نوعد الشعب العراقي ونوعد قيادتنا العسكرية أنه خلال أيام سنكون على الحدود السورية العراقية اللي هي آخر شبر من أرض العراق المغتصبة من دنس داعش. تحرير مناطق غربي الأنبار بهذه الوتيرة المتسارعة جاءت نتيجة جهود بذلت ولا زالت من قبل قواتنا البطلة التي أثلجت قلوب العراقيين ومحبيهم بهذه الانتصارات الكبيرة. من قرية جباب غربي الأنبار، المراسل الحربي لوزارة الدفاع فائق العطواني. في الوقت الذي تمكن فيه بواسل فرقة المشاة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة غربي الأنبار من تحرير المناطق، لم تبخل جهدها في تأمين الحماية للعوائل النازحة من بطش الإرهاب ضمن قطع عمليات المسؤولية. التفاصيل مع الزميل فائق العطواني المراسل الحربي لوزارة الدفاع. إذا مشاهدنا الكرام، معركة نظيفة بكل المقاييس. القوات العراقية طهرت هذه المناطق، دققت العوائل أيضا بعد التدقيق اللي ظهر ما عنده شيء. مثل ما تلاحظون عاد المنطقة بكل أمان وهو نفسه مطمئن، والقوات لا زالت تتقدم لتحرير ما تبقى من العوائل من دنس عصابات داعش الإرهابي. جيشنا جيش البطولة، جيشنا جيش الوطن، كل صدوفا نسجل احنا بالإضافة للعمليات العسكرية. هناك إنسانية النازحين إلى ديارهم، والحمد لله أكو مفارز من الاستخبارات ومن عمليات الجزيرة ومدير الاستخبارات العسكرية ولواء 28 والفرقة السابعة تقوم بتدقيق العائدين فورا حسب الأوامر الصادرة من الجهات العليا. نلاحظ أيضا عمليات تدقيق معلومات، بيانات عندكم جاهزة هنا اليوم حول الاحتمال ربما أي شخص مشتبه به؟ تم تحديث المعلومات من قبل مدير الاستخبارات العسكرية على آخر تحديث، وتم وضع لابتوبات خاصة بهذه الأسماء لغرض اعتقال أي مشتبه به أو عليه مذكرة قبض. جيش ما لي طائفية ولا فرقة ولا عنصرية، جيش ما لي طائفية ولا فرقة ولا عنصرية، احنا والله اولاد الجنة، احنا اولاد الفرات، احنا والله اولاد.
الآن تجري عملية التدقيق الأمني، الأولوية كانت للنساء تم تدقيقهم واتجاه صوب قراءة المحررة، الآن مثل ما تلاحظون كبار السن لهم الأولوية أيضا في عملية التدقيق. السلام عليكم حجي. عليكم السلام. حكينا اليوم، حكينا اليوم بعد ما خلص داعش، شنو شعورك اليوم؟ شعوري اليوم بخير، واحنا من زمان نترجاكم بس ما ذبحنا الحاب والدشادي شنو صار، يحاسبونا على اللحيه وعلى لحيتك قصيره ولشتاتك قصيره. شلون اليوم الجيش العراقي اليوم وياكم؟ والله مثل هلال العيد، مثل ما هل علينا هلال العيد. فرحانين بيكم والله، فرحانين وهلا بيكم، الحمد لله انكم جيتونا وحررتونا الحمد لله. لا ان شاء الله، لا اردوهم هسه على سوريا وين يروحون؟ اللهم اللهم اسيهم بعد ما انسى، ما ننسى جيتونا انتم هلا بيكم، ما نريدهم هم كرهناهم، شوفونا الويل ويلهم لو حسبي. بس ما نروح بقى، راح نبقى يومكم ان شاء الله، راح نبقى يومكم هلا بيكم. حياكم الله، هلا بيكم، شرفتونا، هلا بيكم، يا هلا بيكم وحياكم الله، والله نتشرف بيكم وبجيتكم وأميت هلا بيكم. من جينا سمع عليها الهولة، أريد نسمع عادينا لها الهولة والله. أنا ويا سيب نسخات يا ولي الله، تسلمون تسلمون هالهولة. تقدم بطعم النصر ارتوى به المقاتلون والأهالي كماء عذب بعد رحلة شاقة تمكنوا خلالها الأبطال من تحرير تلك المناطق من دنس عصابات الإرهابية من مشارف منطقة. المراسل الحربي لوزارة الدفاع فائق العطواني. إلى هنا سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم حماة العراق. في الختام نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله وحفظه.